ده وقت الدوري المصري، حان وقت عودة الدوري المصري بعد ما كنا تعودنا على الكرة الجميلة والريتم السريع والملاعب النظيفة وعدم التفكير في التحكيم وعدم التفكير في أبناء الكيان وعدم التفكير في إن أنت ما ينفعش تتكلم عن مدير ده تكتيكيا وتقول عليه إن هو مالط وعدم الكلام عن الكرة خالص. رجعنا تاني للكلام ده، رجعنا تاني للدوري المصري الجميل بتاعنا. الدوري المصري الجميل بتاعنا اللي مكوناته معروفة، تحكيم سيء، تحكيم رديء بيخاف من الأحمر ومن الأبيض، صفحات السوشيال ميديا كل اللي تعرفه ان الانتماء والولاء وصفاء وهناء ان انت تقعد تخبط في الحكم وتقعد تخبط في الفرقه المنافسه. هما بيلعبوا بحماس ليه؟ هما بيدخلوا تدخلات خشنه علينا ليه؟ مدربنا بيقدم اداء كويس، لعبتنا كلهم 10 على 10. تقعد بقى تبص، طب هو المدرب بيقدم اداء كويس؟ طب هو الزمالك بال 4 1 4 1 اللي كان مفترض ان باتريس كالترون بادئ بيها دي عارف يمسك الكوره؟ طب هو الزمالك كان قادر ان هو يكون خطر على المرمى؟ الزمالك كان عارف يمسك كوره؟ الزمالك كان خطر على المرمى. طب الفرق المنافسه تسمح لك انك تقعد تحط الفرضيات بتاع التحكيم وفرضيات بتاع الحماس والروح؟ طب تلعب المقاولين العرب، المقاولين العرب كابتن عماد النحاس وان سيزون اندر حرفيا، اول موسم مسكوا المقاولين العرب عمل اداء كويس وكوره جميله، بعد كده كابتن عماد المنحنى بدا ينزل شويه لدرجه ان احنا خلاص رجعنا تاني نتكلم عن المقاولين ومرحله الهبوط ومرحله الهروب من الهبوط والكلام ده. فكل حاجه في المقاولين بتقول لك ان الموضوع مش مثال كل الاوفر ده، يقول لك لا التحكيم ظالم، تحكيم ظالم يا بيه. طب قبل ما نتكلم في التحكيم وقبل ما نتكلم على محمود عاشور، محمود عاشور اللي معروف انه في ماتشات الاهلي والزمالك بيبقى متكهرب حرفيا، وما بالك بقى لو في جمهور، في جمهور النهارده وفي لقطه مفترض ان هي جدليه بالنسبه لنا كانت طرد، في تدخل على امام عاشور، كان تدخل غشيم شويه من لعيب المقاولين العربي يستاهل عليه الطرد. ده بالنسبه لي كنت شايفها في الاول، انما ضربه جزاء لا، الولد يعني مرتكز على الايد دي، يعني هو مرتكز على الارض بالايد دي، الكره جت في الايد دي هيطرحها هيرميها مثلا هيعمل ايه؟ لا دي بتاعت حكاميه، لا دي سلمان، لا 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 لا. طب هو معلش يعني هو اشرف بن شرقي كان بيعمل ايه في الملعب؟ طب مصطفى كان بيعمل ايه في الملعب؟ طب عمر السعيد كان بيعمل ايه في الملعب؟ طب الفكره الفنيه بتاع ان احنا نفضل نلعب عرضيات لعمر السعيد دي كانت مجديه ولا مش مجديه؟ احنا عايزين نعرف ده كلام ككوره يعني، هل الفكره الفنيه بتاع كالترون ان احنا هنلعب كوره عرضيه دي كانت مجديه؟ لا، لان اخطر لاعب عندك الشوط الاول كان رزاسي اللي بيعدي واحد على واحد كتير اللي بيحاول ان هو يكون اجابه على المرمى. هل مصطفى فتحي وامام عاشور هيقدروا يعملوا واجبات دفاعيه في ال 4 1 4 1 اللي انت بتلعب بيها دي؟ ما اعتقدش بصراحه. بس انا بالنسبه لي عاجبني جدا فكره استمرار محمد عواد، انا بحب عواد وشايف ان عواد لازم ياخد فرصه ويكمل في الزمالك. يكمل اساسي. عجبتني فكره عبد الله جمعه ترجعه تاني باك شمال، عجبتني جدا فكره انك تبدا بحازم امام واخيرا تفكر الناس ان في باك يمين موجود في الفرقه غير حمزه المسلوسي ينفع ان هو يلعب، محمود علاء ومحمد عبد الغني ثنائيه كويسه، ثنائيه محترمه، اديهم وقت وادي تحتيهم لمحمد عواد وقت وشوف خط الدفاع بتاعك هيتطور ولا لا، بس حته 4 1 4 1 دي عندك فيها مشكله، لان مصطفى فتحي النهارده رغم ان هو سجل بس كان سيء جدا، وموضوع برده ان مصطفى كان سيء دي تقعد تفكر فيها، لان كالترون اول ما بدا الشوط الثاني قرر ان هو على طول محمد اوناجم ينزل ويطلع رزاسي، رزاق ازاي؟ رزاق افضل واحد في الملعب. تيجي نطلع رزاسي؟ اه طلع رزاسي. اه والله بجد، وعارف الممتع بقى ايه؟ ان بلال علان بعد الدقيقه 78 بعد ما الزمالك بسجل هدفين قال لك والله يا جماعه كالترون قراءته المباراه ممتازه. دي بقى على كل الهلوبه بتاع التحكيم والكلام عن التحكيم وابناء الكيان والبتنجان والكلام ده معلقين، تحس ان هم حرفيا الكلام كله بيجي بعد النتيجه، يعني لو النتيجه كانت 0-0 وعرفت قيمه رزاسي الفنيه كنت هتقول نفس الجمل دي؟ لا. ليه بقى؟ ما هو الزمالك قدر ان هو يسجل هدف في الشوط الثاني، مصطفى الحيدر ان هو يسجل الاول، ومحمد اوناجم قدر ان هو يسجل الثاني، واوناجم عمل اسيست وعمل هدف. يا عم ماشي، احترام لتغيير اوناجم، بس اوناجم ما ينزلش على حساب رزاق. وناجم ينزل على حساب اشرف بن شرقي اللي هو مش عارف هو بيلعب جناح ولا بيلعب صانع العاب، ومصطفى فتحي اللي مش عارف يعمل ادوار هجوميه، وتقيل قوي فكره انك تبدا مصطفى فتحي الفتره دي بعد ما تم استبعاده من منتخب مصر، مصطفى محتاج وقت عشان يرجع يركز في الكوره تاني. هتقول لي لا ده سجل هدف وكان سبب في طرد حسن الشامي، اقول لك معلش ما احنا لو قعدنا نركز بقى في فرقه المقاولين العرب هنلاقي ان فرقه المقاولين العرب ده اخرها وده تمامها، وهم عملوا شوط اول محترم، الشوط الثاني طبيعي ان الفرقه مش شغاله كويس جدا في الفترة اللي فاتت، ده اللي بيبان في الملعب، وقوع اللعيبة بدنيا وان كابتن عماد النحاس قرر ان هو يرجع الفرقة لورا، بيبان ان الفرقة بدنيا ما عندهاش والفرقة كده كده هتقع، وان الزمالك هيركبها بدنيا عشان الزمالك البدني بتاعه عالي، فالزمالك سجل هدفين الشوط الثاني وكان معرض ان هو يسجل الثالث والرابع، بس للأسف قرارات اللعيبة وقرارات فنية مش عارف جت ولا ما جاتش، واللعيبة هي اللي رجعت بمزاجها لورا، شفنا ان الزمالك بيستقبل هدف عن طريق محمد سالم والماتش بدا يولع، اللي هو يا جماعه الزمالك معرض ان هو يجيب الثالث والرابع والخامس ونعمل سكور. تمام معلش
الزمالك ما بيحبش غير هدفين كده وكلام. احنا موجودين بقى يعني، احنا ما بنحبش احنا موضوع الصرف وان احنا نسجل اهداف كتير ده، احنا موجودين كده نخلص على الضيق كده يعني، هدفين خلاص نخلص الماتش. طب الفرقه هترجع في الجيم والماتش هيسخن. حسن الشامي بيعمل تشرف غشيم، بيقول ان هو خلاص كان تعب وجاب اخره خالص وبدا ان هو ما يركزش، وقرر ان هو يدخل بالمرفق بتاعه في مصطفى فتحي. لقطه دمعت ايه اللقطه يعني، لقطه تقرب بصراحه بالنسبه لواحد سنه كبير زي حسن الشامي. صعب انك تعمل تدخل ده، تدخل غشيم، تدخل غريب، استحق عليه الطرد. تحيه للحكام الفار اللي حاولوا ان هم يعملوا كل حاجه في المباراه وتقول لمحمود عاشور انت صاحب الكره. وعجبني محمود عاشور جدا في لحظه ضربه الجزاء، اللي هو اخيرا شفت حاجه في ماتش الاهلي والزمالك بيروح للفار وما ياخدش القرار اللي الجمهور واللي النادي القوي اللي هو مفترض الاهلي والزمالك عايزه. انما برضه محمود عاشور ما عجبنيش، لان هو كان المفترض يدي طرد في اول مباراه لعيب المقاولين العرب، وكان مفترض ان طارق حامد ياخد انذار تاني بعد تدخله على كريم مصطفى. بس احنا عارفين كويس قوي لعيب الاهلي والزمالك ما ينفعش غير ان هو ياخد انذار واحد بس، انذارين في تدخل ما ينفعش ان لعيب الاهلي والزمالك ياخدها. ليه؟ لان زي ما قلت لك الدوري المصري بيتكون من تحكيم وبعد كده تيجي حاجات تانيه كتير. فبص يا صديقي، لو انت عجبك الكلام ده اعمل لايك وسبسكرايب. لو ما عجبكش الكلام ده وحبيت تروح لحته ان الزمالك بيتحارب والزمالك مظلوم والزمالك والزمالك والزمالك، والله الكلام ده مش هتلاقي عندنا هنا، هتلاقي في ناس تانية واخده الكلام ده وطالعه بيه، وهتقعد تقول لك حاربنا المؤامره وكان في ضرب الجزاء في الهدف الثاني وكان في ضرب الجزاء في الهدف الاول ومفترض ان الحكم يوقف اللعب. لو ما تعرفش الناس دي تخترع كلام جديد، بس هو الريتم بتاع الكلام في الدوري المصري ماشي كده. بس انا بصراحه ما بحبش الريتم بتاع الكلام في الدوري، عشان كده سبحان الله تلاقي الفيديوهات في الدوري المصري ما بتجيبش همها، بس انا بعملها